حكاية ولا في الأحلام لبياعة شاي قابلت في يوم الوليد بن طلال أغنى أغنياء العرب. مش هتصدق عمل معاها إيه وإزاي فاجئها بهدية ولا في الأحلام. مهما كان الشخص غني أو عنده أملاك، هيفضل عمل الخير هو أكتر حاجة بتميز الأشخاص وبيخليهم مختلفين على الأقل إنسانياً عن غيرهم. والحقيقة إنه عالم الأغنياء مش بس بيكون عبارة عن عربيات وأسر فخمة وحياة كلها مظاهر طرف وفلوس، ده في جانب إنساني أهم بكتير. والنهاردة حكايتنا عن الملياردير السعودي الوليد بن طلال، واللي عنده ثروة بيملكها بقيمة 15 مليار دولار تقريباً حسب مؤشر بلومبرج في 2023. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة أغرب من الخيال لوليد بن طلال، بتحكي عن بنت بتبيع شاي في الرياض، واللي في يوم قابلت بالصدفة الأمير اللي كان نازل يمارس الرياضة ويشم شوية هوا. وفي اليوم ده الأمير قابل مواطنين كتير واداهم هدايا كتير، بس كله في كفة، واللي حصل مع بياعة الشاي في كفة تانية لأنه قدم لها هدية ما كانتش تتخيلها. والناس لما شافت الفيديو أعجبت بيه جدا وطلع ترند. واللي حصل إنه في الفيديو ظهر الأمير السعودي وهو واقف مع بياعة الشاي على طريق عام، وطلب منها كوباية قهوة ودار بينها وبينه حوار، وسألها فيه عن اسم قابلتها وقالت له أنا عتيبية. والمفاجأة إن الأمير ابن طلال سأل البياعة عن اسمها ورقم تليفونها، وطلب منها إنها لو محتاجة أي حاجة تقوله، وقرر إنه يديها عربية أحدث موديل كهدية مميزة. وفي اليوم ده الأمير ظهر مع مواطنين كتير وطلبوا منه يتصوروا معاه، واستجاب فعلا لطلبهم وتصور معاهم، وكمان ظهروا معاه في الفيديو. وده طبعا مش غريب عن الأمير الوليد بن طلال، والمعروف عنه بالشهامة والكرم وفعل الخير. واللي ما يعرفش الأمير السعودي فهو واحد من أغنى أثرياء العالم، ودايما معروف عنه حب الخير وإنه بيوجه فلوسه لعمل الخير، خصوصا دعم المرأة وتقديم الإغاثات الحيوية في حالات الأزمات الطبيعية. وخليني أقولك إن الأمير حسب تقرير لموقع البي بي سي عربي كان شايف إن الأعمال الإنسانية مسؤولية شخصية، وإن المجال ده هو بيحبه، وشايف إن جزء من عقيدته الإنسانية، وإن عنده أمل إن الفلوس اللي بيتبرع بيها دي تساعد في تعزيز التفاهم الثقافي وتطوير المجتمعات ودعم الشباب وخلق عالم أجمل قايم على التسامح. ده غير مؤسسة الوليد الإنسانية اللي أنشأها في الأساس علشان تساعده في العمل الخيري، وعملت فعلا مبادرات كتيرة دعمت بها الفقراء والمحتاجين في دول كتير، وقدرت إنها تصرف 4 مليار دولار على الأعمال الخيرية، وعملت بيهم أكتر من 1000 مشروع في 164 دولة حوالين العالم. وخليني أقولك إن الأمير الوليد بن طلال هو رئيس مجلس إدارة، والرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، وبيعتبر واحد من أقوى وأغنى الرجال في العالم. والأمير له استثمارات كتير في العقارات والبناء ومجالات تانية كتير في كل دول العالم، وبيمتلك واحد من أشهر الفنادق في باريس واسمه فندق جورج الخامس، وعنده كمان فندق سافوي في لندن. والوليد له استثمارات تانية كتير في مجالات التكنولوجيا، عنده مثلا أسهم في شركة إكس اللي هي تويتر سابقا، وشركة أبل وروتانا للإنتاج. قولنا إيه رأيك في اللي عمله الوليد بن طلال مع بياعة الشاي؟ ولو اتعرضت عليك هدية عبارة عن عربية غالية هتعمل بيها إيه؟